السلام عليكم. اليوم عندي خبر مفرح جدا، وصار بما يخص تنظيم الجزائر لكأس إفريقيا للأمم لسنة 2023 اللي راهي كانت مقرر إجراؤها في كوت ديفوار في سنة 2023 أو أقصى حد 2024. إذا بدأت الفكرة تتجسد لدى الكاف بأنه كوت ديفوار ليست مهيئة لتنظيم هذه المنافسة، حيث أنه الآن زوج حلول راهي مطروحة على الطاولة بالنسبة للكاف. الحل الأول هو تأجيل البطولة هذه إلى حين ما يكون كوت ديفوار مهيئة، يعني 2024 وممكن حتى 2025. الحل الثاني اللي تكلموا عليه يعني في الكواليس هو إمكانية نزع التنظيم تاع البطولة من كوت ديفوار وتقديمها إلى الجزائر، إذا أردنا، لأنه فيه ضغوط من الفيفا باحترام المواعيد نتاع تنظيم البطولة هذه، ومش يعني من السهل أن تمدد الأجل نتاع البطولة إلى 2024 ولا 25، لأن فيه ضغوط من الفيفا باش تنظم في وقتها. إذا تأكدت هذه المعطيات، فالبلد الوحيد اللي راه واجد باش ينظم البطولة في وقتها في 2023 هو الجزائر. وفيه كلام عن تنظيم عن إعطاء تنظيم البطولة هذه الإفريقية إلى الجزائر بكونها هي البلد الوحيد في الوقت الراهن اللي عنده كل المقومات والمؤهلات باش ينظم البطولة هذه في هذه السنة في نهاية 2023 ولا على أقصى حد بداية 2024، بما أننا نظمنا الشان وكانت التنظيم ناجح يعني شهادات كل الأطراف بما فيهم الفيفا. إذا إن شاء الله إن شاء الله التنظيم هذا إذا يعني تنحى من كوت ديفوار، إن شاء الله الجزائر تنظمه، وإن شاء الله يكون من نصيبنا